سنكون معكم مستمعين بعد قليل في متابعة لآخر المستجدات والأوضاع في محافظة مسندم بعد تأثرها بالأمطار، وكذلك متابعة للجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية، وشفنا طبعا التأثر لعدد من ولايات محافظة مسندم، وكذلك تأثر إمارة الفجيرة بجانب محافظة مسندم بهذه الأمطار التي شهدت كميات عالية جدا. نذهب مباشرة إلى سعادة الشيخ سعيد بن حميد الحارثي والي خصب. أهلا وسهلا بك سعادتك. أهلا وسهلا ومرحبا عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين بالتواصل معك، ويعني مباشرة من خلالك سعادة الشيخ تطلعنا على الوضع في محافظة مسندم بمختلف ولاياتها، وأكيد جهود كبيرة تبذل في مختلف القطاعات، لكن إلى أين وصلت هذه الجهود خاصة في نطاق عودة الخدمات الأساسية؟ نعم أخي عبد الله، ولله الحمد، يعني بعد هطول الأمطار التي هطلت على المحافظة منذ يوم الأربعاء الماضي، ولله الحمد لم تسجل أي وقوع لخسائر بشرية، إنما كان هناك بعض من الأضرار في الممتلكات وأيضا في البنى التحتية في الولاية. بالطبع قامت جميع الجهات المعنية بالنزول إلى الميدان والعمل جنب إلى جنب مع الفرق التطوعية بالمحافظة، وكذلك الجهات الخاصة أيضا التي يعني أبت إلا أن تساهم في هذا الجانب. طبعا هناك بلدية المحافظة أيضا ودائرة الطرق والمديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية بالمحافظة، وأيضا لا ننسى الإسناد الكبير يعني التي قامت به بعض الجهات ممثلة في شرطة عمان السلطانية، شرطة المحافظة، وكذلك سلاح الجو السلطاني العماني، وأيضا الخدمات الهندسية التي أتت ب العديد من المعدات في سبيل أنها تقوم بتسخيرها لخدمة هذه المحافظة. أيضا لا ننسى أنه كان دور كبير للبحرية السلطانية العمانية أيضا في أنها نقلت هذه المعدات، سواء كانت من خصب أو من بعض الولايات أو المحافظات الأخرى إلى المحافظة. بالطبع يوم السبت الماضي معالي السيد محافظ مسندم وبمعية وكيل وزارة النقل وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات وبعض من المهندسين، طبعا قمنا بزيارة بمعية معالي وللاطلاع طبعا على الجهود المبذولة يعني من خلال هذه الجهات. طبعا تركزت الزيارة على ولاية مدحة ومن ثم إلى ولاية دبا ومن ثم أو انتهاء بنيابة ليما. طبعا هناك بعض التأثيرات في هذه الولايات، إنما يعني نيابة ليما كانت الأكثر يعني ربما تضررا، سواء كان في البنى التحتية كالطرق أو بعض مساكن المواطنين. نعم. طبعا الحمد لله يعني قامت هذه الجهات يعني مشكورة بجهود كبيرة لإعادة الخدمات الأساسية. طبعا هناك خدمة الكهرباء التي انقطعت عن النيابة بشكل تام في الأيام الماضية، ومن ثم تم إعادتها يعني في نفس اليوم أو بحلول مساء يعني ذات اليوم. هناك بعض القرى كقرية الروضة مثلا التابعة لولاية خصب أيضا انطفأت عنها الكهرباء، وفي اليوم التالي طبعا قامت الشركة المعنية للكهرباء بإخراج المحول المتأثر واستبداله بمحول آخر، وبالحمد لله أيضا عادت خدمة الكهرباء بشكل خلينا نقول في حدود 100% في جميع أنحاء المحافظة. نعم. طبعا هناك أيضا الطرق اللي هي الوسيلة الأكبر في الحركة الدائمة المرورية في بين سواء المنازل أو القرى أو الولايات. طبعا بالنسبة لي كان هناك معالجة سريعة من قبل البلدية والطرق والجهات جميعا طبعا مجتمعة في هذه الخدمة،
طبعا قامت بإعادة شق هذه الطرق التي دمرتها الأودية، ومن ثم والحمد لله الآن أصبحت هذه الطرق سالكة، على الأقل أنه بالإمكان قيام الأهالي والسكان بالتنقل من إلى. نعم سعادة الشيخ، لو تكلمنا عن جهود حصر أضرار الممتلكات ممتلكات المواطنين، ما هي الجهود في هذا الجانب؟ نعم ولله الحمد اليوم انتهينا من يعني جمع جميع البيانات للأسر المتضررة والمنازل، وبإذن الله سوف يتم رفع تقرير عن هذه الحالات إلى معالي السيد المحافظ، وبإذن الله سوف تأخذ يعني سوف تقوم الجهات المعنية بإذن الله بعمل ما يلزم في هذا الشأن. نعم. طبعا الفرق الخيرية قامت منذ اليوم الأول لهذه يعني الأمطار والأودية، وبمحاولة الوصول إلى جميع المتضررين، وبالتالي يعني إيصال الخدمات التمويلية كمواد غذائية أو الفرش أو البطانيات وما إلى ذلك كانت في نفس اليوم ولله الحمد. وأيضا لا ننسى الجهود المبذولة من قبل المواطنين أنفسهم والفرق الخيرية، يعني من صباح يوم الخميس نزلوا إلى الطريق أو إلى الشارع وبدأوا في أعمال حقيقة في منظر مهيب جدا يعني من قبل الأهالي. نعم سعادة الشيخ، هل توجد إلى الآن أسر خارج منازلها بسبب هذه التأثيرات؟ وإذا كانت موجودة، ما هي البدائل التي تم توفيرها لهم؟ حاليا لا يوجد أسر خارج منازلهم. أثناء هطول الأمطار وتدفق الأودية تم نقل بعض الأسر إلى الملاجئ اللي هي المدارس مناطق الإيواء. نعم ويعني باتوا تلك الليلة في هذه المدارس أو مناطق الإيواء، ولله الحمد من بعد ما انتهت وهدأت الأودية أو هدأ جريان هذه الأودية تم عودة جميع الأهالي إلى مناطق سكنهم وإلى منازلهم. المنازل في بعض قد تحتاج إلى ترميم أو إعادة النظر فيها، ولكن ولله الحمد لا توجد أسر يعني فقدت منازلها بالكامل. هناك أضرار نعم قد تكون تتراوح بين الخفيفة والجسيمة في بعض المنازل، ولله الحمد الأمور تجري على ما يرام. نعم في هذه الأثناء هل توجد أي طرق مقطوعة سعادة الشيخ، ولا يعني انتهينا من هذه المرحلة؟ نعم توجد طرق، الطرق الداخلية ولله الحمد تم يعني إصلاحها من الأضرار بشكل مبدئي، طبعا أقول مبدئي لأن الطرق انجرفت بشكل تام يعني خاصة في نيابة ليما وبعض الطرق في ولايتي مدحة ودبا، ولكن ولله الحمد يعني تم عمل علاج لهذه الطرق بحيث أنها تصبح سالكة ويستطيع المواطنون من خلالها المرور من إلى. لكن أكيد في المستقبل تحتاج إلى إعادة رصف مثلا وتهيئة وما إلى ذلك بإذن الله تعالى، ونتمنى إن شاء الله لكل الجهود التوفيق. ومثل ما عرفنا قبل قليل أنه اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أعلنت إنهاء تفعيل اللجنة الفرعية من محافظة مسندم، واستمرار الجهات المعنية في إعادة الخدمات المتأثرة كلا وفق اختصاصه. شكرا جزيلا لك سعادة الشيخ. العفو أخي عبد الله، شكرا جزيلا على اهتمامكم وتواصلكم الدائم، ومتواصلين على خير بإذن الله. شكرا جزيلا. مع السلامة. شكرا سعادة الشيخ سعيد بن حميد الحارثي والي خصب، كان معنا لإطلاعنا على آخر المستجدات بشأن عودة الخدمات الأساسية إلى محافظة أو إلى ولايات محافظة مسندم، ويعني كذلك حجم الأضرار التي تعرضت له هذه الولايات، وشفنا طبعا بعض الصور والفيديوهات التي توضح حجم الأضرار سواء في البنى الأساسية الموجودة في المحافظة أو حتى في ممتلكات المواطنين.